لسه بنتكلم مع حضراتكم عن مشاركة التنسيقية في ورش العمل. دلوقتي هنروح نتابع لقاء مهم جدا مع أحمد يحيى عضو التنسيقية ومشاركته في عدد من ورش العمل حول دور الشباب ورؤيتهم للمستقبل. لقاءاتنا ما زالت مستمرة من الورش التحضيرية قبل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. خلاص بكرة هيبتدي الورش الأساسية اللي هيكون كمان موجود فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان نتكلم أكتر بقى عن الورش التحضيرية ونتكلم كان ممكن بنظرة عامة عن المنتدى، معايا دلوقتي ضيفي الأستاذ أحمد يحيى وهو متحدث عن تنسيقية شباب الأحزاب والسيسيين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. عايزين نتكلم يا فندم من وجهة نظر حضرتك، كيف ترى هذا المنتدى بشكل عام وكيف من الممكن أن يعطي فرصة للشباب بإبداء آرائهم المختلفة بإبداء إبداعاتهم من وجهة نظرك كمان بيخرجوا بتوصيات؟ إحنا سمعنا كلمنا عن ده. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يمكن المنتدى السنة دي مختلف لأنه هو جه بعد فترة من الانقطاع عشان جائحة كورونا، فمنتدى السنة دي بيبقى فرصة كويسة لينا مشاركين فيه كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. التنسيقية السنة دي مشاركة في كذا ورشة كمتحدثين وكمشاركين. احنا انا النهاردة وامبارح كنت في ورشة بتتكلم عن تأثير جائحة كورونا على اهداف التنمية المستدامة 17. حك زي ما انت عارف ان جائحة كورونا اثرت على بعض كل الاهداف يمكن المتعلقة بالتنمية المستدامة، الفقر والجوع والتعليم والصحة. قطاع الصحة تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، التعليم تأثر، في ناس فقدت وظائفها فده أثر عليهم بالسلب. فده كان امبارح والنهاردة واحنا كتنسيقية مشاركين في كل الورش. يمكن طيب يمكن نتكلم كمان عن فكرة وجود الشباب بقى داخل الورش دي. كنت سمعت امبارح والنهاردة انهم بقى ليهم دور وبيشاركوا بأرائهم، ايه الابداعات اللي ممكن تكون مرت بيك؟ هل فعلا طلعوا بتوصيات بتخرجوا منها من الشباب؟ حك عارف ان اخر منتدى شباب عالم خد اعتراف من الامم المتحدة، اعترفت بيه، بقى في كمان دول دلوقتي كبرى بتعترف بتوصيات اللي بتخرج من منتدى الشباب اللي شبابها مشاركين في المنتدى. طبعا اصبحت منصة عالمية معترف بيها، ادى ثقل كبير جدا للمنتدى، الناس بتحب تشارك في المنتدى، شباب مختلف العالم بيشاركوا في المنتدى، فده ادى ثقل. ودلوقتي المنتدى بيطلع منه توصيات معترف بيها من كل حتة، فده بيدي ثقل للمنتدى. طيب اهداف التنمية المستدامة يمكن تطبيقها كمان بياخد وقت كتير جدا، هنتكلم على استراتيجية 2030 بالظبط. حياة كريمة هي جزء مهم جدا من هذه الأهداف، خلينا نتكلم كده آراء الشباب كان إيه وحضرتك موجود رأيهم إيه في المبادرة؟ يمكن كان ليا لقاءات مع وفود أجانب وكانوا منبهرين جدا باللي حصل، شفتها إزاي؟ سامحك قلت إن حياة كريمة وبقت واخدة دلوقتي شكل مختلف وفي كل الناس بتبدي إعجابها واندهاشها من تأثير حياة كريمة، وحك زي ما حك قلت ذكرت أهداف التنمية المستدامة وحياة كريمة. لا كل الناس اللي احنا تابعنا معهم في الورش من مختلف الجنسيات مختلف الدول أبدوا فعلا إعجابهم زي حك ذكرت كده بحياة كريمة. كمان يمكن الشباب وهم داخلين، حضرتك كنت في الجلسة اللي هي جائحة كورونا وما بعد جائحة كورونا، يمكن لاحظنا وإحنا داخلين كمان فكرة الرابط الخاص بالتعقيم الصغير ده بيتم تطبيق ده فعلا في منتدى شباب العالم. ممكن الشباب يشوفوا إزاي وحضرتك شايفه إزاي فكرة تطبيق الفكرة على أرض الواقع فعليا؟ يا فندم احنا دايما كل منتدى بيبقى فيه افكار جديدة بتتطبق في المنتدى، بنطلع بشكل مختلف. عشان كده احنا كتنسيقية شباب احزاب والسيسيين وكل الشباب المشارك في المنتدى بيبقوا خارجين برؤية وتوصيات مختلفة وبيشوفوا الحاجات الجديدة دي كلها بشكل مختلف وبتدي صورة كويسة جدا. واكيد فكرة ان هو يشوف الافكار مطبقة على ارض الواقع بالزبط. اكيد ليها دور مهم كل جدا كل مرة بيحصل اكيد. شكرا جزيلا استاذ احمد يحيى، شكرا لحضرتك يا فندم، تنسيقية الشباب والاحزاب والسياسيين. شكرا لحضرتك جدا. وزي ما شفنا كده مع بعض يعني هي دايما فكرة الابداع واعطاء الفرصة للشباب، ودي كانت كمان فقرة خاصة عن مشاركة الشباب فيما يخص ما بعد جائحة كورونا واهداف التنمية المستدامة. والان اعود اليكم مره